كشفت اللجنة المنظمة للمهرجان الوطني للفنون الشعبية أن الدورة 52 سيشارك فيها 670 فنانا وفنانة يمثلون الفرق الفولكلورية من مختلف جهات المملكة و35 فرقة فولكلورية من أجود الفرق الفنية التراثية المغربية، بالإضافة إلى مجموعة شعبية إفريقية وفرقة من ألمانيا ضيفة شرف هذه الدورة التي تحمل شعار أسرار الرقصات والإيماءات. للمزيد من التفاصيل حول هذه الدورة معنا موفد ميديا ان تي في في مراكش محمد الريشي. اهلا بك محمد. اهلا بك كلثوم، اهلا بالمشاهدين الكرام. محمد، لو تقربنا من اجواء هذه الدورة في مراكش. نعم كلثوم، نتواجد بمدينة مراكش عاصمة النخيل، هذه المدينة التي صنفت ضمن أبرز الأماكن وأبرز المناطق السياحية على المستوى الدولي، هذه المدينة التي يزورها كبار الأسماء والشخصيات العالمية، وهي اليوم تحتضن المهرجان الوطني للفنون الشعبية في دورته 52. هذا المهرجان كما سبق لك الذكر تشارك فيه 33 فرقة منتمية إلى الجهات الاثني عشر، فضلا عن مشاركة فرقتين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. ضيف شرفي هذه السنة الدورة 52 دولة ألمانيا، وهذا المهرجان الذي يؤسس لعمق تاريخي والثقافة المغربية وينهل من روح تمغربية التي تؤسس لمبادئ مملكة التسامح المملكة المغربية. للحديث أكثر حول هذا المهرجان ينضم إلي السيد محمد قنيدري وهو رئيس المهرجان. سيدي أهلا ومرحبا بك. الله يبارك فيكم، مرحبا بك في مراكش، مدينة مراكش البهجة. نعم، كما نشاهد أجواء من الفرحة، فرق مختلفة متواجدة هنا. حدثنا عن برمجة هذه السنة وأهم ما يميز برنامج دورة 2023. هذه الدورة هي دورة متميزة لأنها جات سنة فقط من بعد الجائحة. ثانيا، عدد ديال الفرق هي كثيره جدا، قلتي 35، هي تقريبا 65 منها 30 في العرض الرئيسي والباقي في الاماكن الاخرى، يعني كالساحات، ساحه جامع الفناء، ساحه الحارتي والمنتزه مولاي الحسن. فدوره اللي هي دوره مكتفى، وخاصك تعرفوا بان هذا المهرجان هو مهرجان كيهضر بطريقه جيده واضحه على التراث المغربي وعلى تنوع شفوي التراث الشفوي المغربي. كتعرفوا بانه الفنون الشعبيه هي مكونه من الغناء اولا، من الرقص، من الكلمات والشعر، وهذا المهرجان الوطني للفنون الشعبيه كنظن هو اكبر مهرجان ديال التراث على الصعيد افريقيا، وكنلقاو فيه صوره جميله ومتنوعه وحقيقيه للمجتمع المغربي. كيف كتقول تمغربيت، هذه هي تمغربيت، تمغربيت ما فيها مخلطة فيها اللهجات الأمازيغية، اللهجات العربية، لهجات الشمال، لهجات الجنوب، لهجات الصحراء الحسنية إلى آخره، هذا كله هو المجتمع المغربي. هذه الصورة ديال المجتمع المغربي كنشوفوها تمغربيت في واحد الشكل جميل جدا، وهو في تراث شفوي، تراث شفوي، الغناء الشفوي والفنون الشعبية، بحيث هذا المهرجان هو اللي كيجعل أن كنتعرفوا بعدا اولا على هذا التراث اللي هو متنوع وغني، ثانيا كيجعل ان استمراريه ديال هذه الفنون الشعبيه تبقى مستمره، وان شاء الله باش ياخذوها خلف احسن خلف عن احسن سلف، وكذلك كتجعل بان الناس يتعرفوا فيما بينهم وكنعرفوا بها لا المغاربه ولا الاجانب اللي هما كيزوروا مدينه مراكش اللي هي الان مملوءه عن اخرها بالسواح مغاربه واجانب. شكرا لكم سيدي. أذكر أنكم رئيس المهرجان سيد محمد القنيدري. إذن أجواء متميزة هنا بمدينة مراكش، أترككم مع هذه الأجواء هنا لهذه الفرقة من قلعة مكونة.